هاي everyone، معكم فيدال خبير تجميل جيفانشي بالشرق الأوسط. اليوم حنعمل لوك رمضاني بس بنفس الوقت حتكون البشرة مضيئة ونركز شوي على العيون، وأكيد مين في أحلى من مها تنفذ علي هذا اللوك. Thank you فيدال. اليوم أنا اختارت أنه أسوي لوك رمضاني مع جيفانشي. فيدال أريد لوك يكون جلوي مشرق، وأريد عيون حلوة وبارزة، بس أهم شيء أنه ما تغير ملامحي. أكيد هذا ناتشرال، بس حنحصل على نتيجة مثل ما انت بدك. خلاص تمام، يلا نبلش. يلا